عايزين نتكلم عن كابتن امير الاول. الله يخليك. يعني بطل مصر والعالم في الاسكواش وحاجه كبيره جدا واسم كان كبير في عالم الاسكواش، فحابين نتكلم شويه عن ده قبل ما نخش على تفاصيل المشروع. ممكن؟ والله طبعا، يعني الحمد لله انت عارفه انا دايما عندك حلم وانت صغيره، بتبداي بلاعب وبعدين لاعب محلي بعدين لاعب دولي. كنت كابتن منتخب مصر، كسبت يعني عندي الريكورد ارقام ما اتحطمتش لغايه دلوقتي باسم يعني بطوله الجمهوريه للرجال، انا 9 مرات فايز بيها المركز الاول كابتن مصر النادي الاهلي، ده اول بطوله عالم للفرق للرجال مصر بتفوز فيها 99، كنت انا كابتن الفريق وكابتن النادي الاهلي. فطبعا يعني الحمد لله خبرات طويله غير السفر بقى بره، يعني كنت دايما عشان تعملي تبقي براند عالمي او تبقي ليكي بصمه واسطوره لازم مكلفه جدا على ذهنيا، وان انت تبقي ملتزمه. انا يعني بقالي اكتر من 30 سنه بشتغل من 8 الصبح ل 10 بالليل، يمكن عشقي الاول وتركيزي كله في لعبتي اللي انا بحبها وان انا بديها كل وقت، عشان كده بتلاقي الحمد لله يعني دايما النتائج احسن من الواحد كان متوقع، ويمكن النتائج في مصر كمان احسن من الاول. يعني كان اسامي قليله في عالم الاسكواش، هنتكلم تحديدا اللي قدرت ان هي فعلا تعمل لنا بطولات عالميه وترفع اسم مصر، لكن دلوقتي احنا عندنا اسامي كتيره جدا، يعني الاجيال اللي جت بعد كده حققت فعلا ده. ووصلنا مكلم نور الشربيني، بنتكلم بالظبط كريم، يعني اسامي كتير جدا حققت، محمد الشرباجي واخوه كريم، يعني مروان الشرباجي، اسامي كبيره.